أهلا بكم من جديد. أكثر من 40,000 لاجئ وصلوا إلى مدينة الكفرة منذ بدء الحرب في السودان حتى الآن وفق إحصائية تقديرية أعلنتها لجنة الطوارئ. استمرار تدفق اللاجئين يضاعف أعباء المجلس البلدي الذي يحاول مجاراة الأزمة بما توفر لديه من إمكانيات يراها لا تلبي الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية والعاجلة وسط تحذيرات من خروج الأوضاع عن السيطرة. فأين دور السلطات المسؤولة من أزمة اللاجئين؟ وأي تهديد يمثله هذا الملف؟ ولماذا يغيب دور المنظمات الإنسانية المحلية والدولية؟ أطرح جل هذه الأسئلة للنقاش في حوارية الليلة بحضور ضيوف الكرام، وأرحب بهم عبر سكايب. ينضم إلينا من الكفرة الناطق باسم المجلس البلدي السيد عبدالله سليمان، وعبر سكايب كذلك من ميلانو الناشط في شؤون الهجرة غير القانونية السيد طارق لملوم، وعبر الهاتف من دارفور ينضم إلينا الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال، ويلتحق بنا أيضا عبر الهاتف بعد قليل من بور السودان أو جهز معنا بالفعل رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين السيد صادق الزريقي. أهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفي، ولعلي أبدأ معك سيد سليمان بالتأسيس لحقيقة التواجد السوداني أو وجود المهاجرين السودانيين في الكفرة. حدثنا بداية عن الوضع هناك، خاصة مع ما أفادت به التقارير والإحصائيات الأخيرة من ربما انفجار في أعداد النازحين وبلوغ أعدادهم إلى ثلث عدد سكان المدينة. نعم، هو حقيقة تدفق اللاجئين مستمر بالفعل، يعني منذ اندلاع الحرب في السودان في شهر 4 من العام الماضي الآن أكثر من عام، والتدفق مستمر بالفعل يعني، ودائما هو يكون في تناسب طردي، يعني مع اتساع رقعة الحرب في السودان يتزايد معها اللجوء أو النزوح من السودان باتجاه ربما اتجاه تشاد ومصر لا أعرف، ولكن باتجاه ليبيا وتحديدا مدينة الكفرة. طبعا مدينة الكفرة لمن لا يعرف هي المدينة الوحيدة اللي في تشغل الجنوب الشرقي، يعني حتى المدن اللي هي محسوبة من ضمن الجنوب الشرقي تعتبر بعيدة عن 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 الكفرة. يعني على سبيل المثال مثلا مدينة تزربو تبعد عن الكفرة قرابة 450 كيلومتر، مدينة جالو تبعد عن الكفرة 600 كيلومتر، وبالتالي الكفرة هي المقصد الأول للاجئين والنازحين من السودان باتجاه ليبيا. وبالتالي طبعا نحن الكلام هذا أكدناه في أكثر مرة، نحن موقف أخلاقي وموقف تاريخي مثلما دائما كانت السودان ملاذ لنا، حتى السودانيين من حقهم أن تكون ليبيا ملاذ لهم. لكن طبعا الكفرة لأنها مدينة صغيرة هناك يعني دائما مؤشرات قد تكون مربكة شوية للسلطات المحلية، يعني لما يوصل عدد اللاجئين أو النازحين إلى ما يعادل ثلث سكان الواحة، يعني على سبيل المثال قبل حوالي 10 أيام حدثت 3 حوادث سير في الصحراء ووصلوا الجرحى إلى مستشفى الكفرة. طبعا المدينة فيها مستشفى واحد فقط. السعة السريرية في تلك الليلة اللي حدثت فيها الحوادث يعني امتلأت تماما، واضطروا يستعينوا بمستشفى قروي يبعد حوالي 20 كيلومتر اللي هو مستشفى شهداء الهواري القروي. سنأتي سيد سليمان، نعم اعذرني، ولكن سنأتي بالتفصيل على تأثير الأعداد الموجودة في ليبيا للمهاجرين السودانيين على الوضع الصحي كذلك الأمني وحتى الاقتصادي أيضا. الآن دعنا نؤسس لهذا الموضوع وهذا الملف بشكل أرقام واضحة. هل هناك اليوم إحصائيات دقيقة بأعداد النازحين السودانيين المتواجدين في الكفرة؟ أخت مروة، أنا يعني منذ اندلاع الحرب في السودان وأنا أخرج على وسائل الإعلام ومن بينها قناتكم الموقرة وكثير من القنوات والمنصات، أنا ممكن أكثر من يرفض دائما إعطاء رقم دقيق لعدد النازحين أو اللاجئين الذين وصلوا الكفرة. ليش؟ أولا أساسا هي الكفرة أساسا مقصد للسودانيين حتى في الأحوال العادية، يعني الكفرة كأنها مدينة، يعني مش كأنها مدينة سودانية ولكن كأنها شبه مدينة سودانية، يعني نظرا للقرب، زي ما مثلا طبرق مثلا قريبة من مصر، وممكن تلقى يعني تو العمالة السودانية في طبرق
قليلة جدا، والعمالة المصرية في الكفرة قليلة جدا. هذا شيء. الشيء الثاني وهو الأهم، أن الحدود رسميا مغلقة منذ عام 2011، وبالتالي لا أحد يعرف من دخل وكم دخل وحتى من أين دخل، ولا حتى أرقام تقريبية. سيد سليمان، التقريبية هو أن أنت علشان تستطيع أن تقرب يجب أن يكون لديك يعني على الأقل معيار ما أو طريقة ما أو وسيلة ما. لذلك مثلا لجنة الطوارئ أعلنت أنها هي أصدرت، وهذا طبعا تم في الفترة الماضية، إصدار شهادات صحية للاجئين السودانيين، ولو وتكون مجانا، يعني لأن الشهادة الصحية طبعا تحتاج إلى تحاليل طبية لالتهاب الكبد وللإيدز ويعني الأمراض الخطيرة المعدية هذه. فلجنة الطوارئ أعلنت أنها هي أصدرت 19,000 شهادة صحية. هذا رقم، ولكن وبناء عليه حددت إحصائية أنهم ثلث السكان في الكفرة طبعا. لكن السؤال الآخر، هل فعلا كل سوداني الآن موجود داخل الكفرة ذهب واستخرج شهادة صحية، أم لازالوا يتزاحمون على استخراج الشهادات، وبعض منهم لم يفكر حتى في استخراج الشهادة؟ لأن في الغالب استخراج الشهادة الصحية يراد منه التحرك إلى المدن الساحلية، المدن الشمالية، يعني بنغازي، جدابية، حتى طرابلس، مصراتة، غيرها، يعني لأن طبعا هناك بوابات في الطريق وهناك اشتراطات، لأن يجب أن يكون معهم شهادة صحية. ولذلك ليس يعني ربما لو لاجئ سوداني وصل إلى الكفرة ولا يريد التحرك من الكفرة، ربما لن يذهب لاستخراج شهادة صحية وبالتالي يدخل في هذه المنظومة. نعم، وبالتالي لا يدخل في الإحصائية. طيب في نحن نعتبر أن اللاجئين السودانيين في الكفرة أعدادهم تتراوح بين 15,000 وبين 20,000، قد يكونوا 19، قد يكونوا 20، لكن عموما في هذا النطاق يعني. طيب عميد البلدية سيد عبد الرحمن عجوب أشار فيما سبق إلى أنهم يستقبلون 1,000 نازح أو لاجئ سوداني يوميا، بناء على نظرية النسبة والتناسب وارتباط الأمر بحدة الصراع في السودان، هل ترجح أن يكون هذا العدد ازداد، نقص، أم أنه ثابت على ما هو عليه؟ لا، هو الدخول بالفعل هو دخول مستمر، ولا أحد مثل ما قلت لك يعني موضوع الدخول هو ليس من مكان واحد، وليست هناك تأشيرات، وليست هناك أختام للدخول واطلاع على جوازات سفر، يعني الدخول عشوائي، وبالتالي هي أمور تقديرية فقط. فعلا قد يدخلوا في اليوم الواحد 1,000، وقد يدخلوا 500، لا أحد يدري. وبرضو حتى لما يدخلوا إلى الكفرة هل يبقوا أم يغادر الكفرة، يعني حتى الإحصائية متغيرة. نعم. توا على سبيل المثال أنا قلت لك أن الشهادات الصحية اللي تم استخراجها 19,000 شهادة، باهي 19,000 شهادة إذا كان الشهادة الصحية أساسا تستخرج من أجل التحرك إلى الشمال، إذا ربما 19,000 اللي منهم ما لم يغادر بعد سيغادر في الأيام القادمة، وبالتالي لن نتحدث عن 19، سنتحدث عن رقم آخر وهكذا. واضح. طيب ربما اليوم السؤال في ظل انفجار الوضع هناك الصحي ومشاكل الإيواء، مشاكل الغذاء، المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن دخول المهاجرين، حتى في 28 من أبريل أيضا يعني أكدت بأن آخر شحنة للمساعدات الغذائية تم توزيعها على النازحين كانت خلال أو بداية شهر رمضان. هل هناك شحنات أخرى اليوم وصلت للمساعدات؟ هو يعني فيه مساعدات بسيطة جاءت من الهيئة الليبية للإغاثة، هذه بعد رمضان. اللي قبل رمضان طبعا كانت فيه فعلا كانت فيه كميات كبيرة جدا كانت مقدمة من القيادة العامة. بعد رمضان وصل وفد من الهيئة الليبية للإغاثة وقام بتوزيع بعض المعونات للاجئين، وأيضا الهلال الأحمر في الكفرة يقدم من حين إلى آخر بعض المساعدات بالتعاون مع منظمة اليونسف تحديدا، وفي العادة تتعلق بمواد النظافة الشخصية يعني بالنسبة للاجئين السودانيين. يعني حتى بعض من المقاطع الفيديو التي أنتم الآن يعني تبثوا فيها خلال الحلقة، بعض منها هذه كانت داخل ساحة الهلال الأحمر في الكفرة وخلال توزيع هذه المعونات عليهم. نعم. الشيء الوحيد
اللي هو ربما يكون مطمئنين نحن على الأقل حتى هذه اللحظة هو الوضع الصحي أو الاهتمام بصحة هؤلاء اللاجئين. الحمد لله يعني الحوادث اللي هي في الصحراء الآن يتم إسعافهم بشكل سريع جدا ويتم إيواءهم داخل المستشفى. أيضا العيادات والمتنقلة اللي الآن وحملة التطعيم والعيادات المتنقلة اللي هي تقدم الأدوية والعلاج للنازحين حيثما وجدوا في التجمعات. أيضا يعني لدي أرقام، يعني حتى مثلا في مركز النساء والولادة الكفرة، عندنا مركز كبير للنساء والولادة في الكفرة، هذا المركز يستقبل طبعا كل حالات الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أم قيصرية أم حتى إذا تطلب الأمر أحيانا إجهاض. عمليات الولادة داخل المستشفى بالنسبة للليبيين، يعني مثلا على سبيل المثال خلال شهر واحد اللي هو شهر 5 الماضي، الليبيين 73، النازحين أو اللاجئين السودانيين 17 حالة، يعني تقريبا الثلث، يعني نعم. 38 عملية قيصرية، اللاجئين السودانيين 5 حالات. أيضا من خلال استخراج الشهادات الصحية لدينا الآن أرقام واضح للأمراض المعدية مثلا زي التهاب الكبد. سنتعامل مع هذه الأرقام سيد سليمان بشكل مفصل في المحاور القادمة، ربما محور التعامل مع أثار وتأثير هذه الأعداد التي تتوافد إلى الكفرة. إليك سيد لملوم وأنت الناشط في شؤون الهجرة غير القانونية. اليوم سيد سليمان يتحدث عن صعوبة في حصر الأرقام سواء التي تدخل بشكل يومي أو الأعداد المتواجدة في الكفرة أو التي تعبر من الكفرة، وحتى هذا يعني ينعكس حتى على تحديد ربما يعني إن كانوا نساء أكثر، أطفال أكثر أم رجال أكثر. بداية، هل لك ربما إحصائية ولو تقريبية أنت أيضا بأعداد اللاجئين السودانيين إلى ليبيا وبالتحديد المتواجدين في الكفرة، ثم كيف يمكن التعامل ومعرفة حجم ربما الأزمة للتعامل معها بعد ذلك إذا كانت الأرقام غير واضحة؟ نعم، ابتداء مهم نتفق على شيء، أن النازحين من السودان طبعا توجهها هي مدينة الكفرة، ولكن أنا أعتقد أن الكفرة هي المكان الفاعلي. أعتقد أن حوالي شهر صدرنا وتواصلنا مع كان في ذلك 15 شخص قدم كما ذكر ضيف في قضية نعم، ولكن نحن لم حدثنا كان 15,000 في ذاك الوقت، ولكن نعم. الكثير من هؤلاء الناس كانوا يرغبون في الذهاب وخرج من الكفر تحديدا. نعم، الصوت في تقطع سيد لملوم ولا يصل بشكل واضح في مدينة طرابلس. سيتعامل الزملاء، الغاية ليست فقط في مدينة الكفر سيد لملوم، ان كنت في الاستماع سيد لملوم. إذا يبدو أن سيد لملوم لا يصلها الصوت بشكل واضح، نحن أيضا لا يصلنا الصوت بشكل واضح. سيتعامل الزملاء مع هذا الخلل التقني من المصدر ثم نعود إليه في الأثناء. سيد صادق، إذا في 15 من إبريل عميد بلدية الكفرة سيد عبد الرحمن عقوب قال بأن هناك صعوبة ربما في تسليم بعض النازحين إلى الجهة المقابلة نظرا لعدم وجود من يتسلمهم من هناك. في المقابل أيضا هناك صعوبات بالأرقام والإحصائيات اليوم في التعامل مع أعداد اللاجئين سواء الموجودة في الكفرة والتي تعبر من الكفرة إلى باقي المدن الليبية، وحتى أشار إلى بعضها السيد سليمان قبل قليل. التساؤل هنا، ما الحل؟ صعوبة إعادتهم في المقابل صعوبة التعامل معهم، أي مصير يلقاه أو يلقوها اليوم اللاجئين السودانيين في ليبيا، وكيف يمكن التعامل معهم؟ سيد صادق، أولا محنة وأزمة اللاجئين السودانيين في الكفرة هي أزمة كبيرة معقدة بحجم التعقيد الموجود في الأوضاع في السودان. أولا اشتد أوار هذه الأزمة مؤخرا نسبة لاشتداد القتال في ولاية شمال دارفور المتاخمة للحدود الليبية وخاصة حول مدينة الفاشر المكتظة بالسكان التي نزح منها يعني مئات الألوف إلى خارج المدينة، واختار بعضهم كما اختار بعض السودانيين من مدن أخرى اللجوء إلى ليبيا.
اولا يعني الحدود رغم انها مغلقه لكن الحدود مفتوحه، لا توجد اجراءات من الجانب السوداني، لا توجد الان سلطه تستطيع ان تضبط هذه الحدود. الجيش السوداني منشغل بالمعارك في مناطق العمليات، لا يتواجد باعداد كبيره على الحدود. كذلك الطرف الاخر هي الميليشيا المتمرده في السودان، ايضا كان لديها وجود في المناطق الحدوديه الان تراجعت. فلذلك هذه الحدود مفتوحه، ويمكن ايضا للاجئين السودانيين ان يعبروا الى شاد ثم من شاد عبر الحدود الليبيه التشاديه. ليس هنالك كابح، ليس هنالك شيء يمنع اللاجئين السودانيين من التدفق على ليبيا. نعم، ربما التساؤل ليس عما يمنع سيد صادق، وانما عن كيفيه يعني التعامل. يعني النازحين يعادون ولكن ليس هناك من يستقبلهم، في المقابل الدوله ايضا يعني ليبيا ايضا او الكفره ليست لديها الاستطاعه لاستقبالهم. أنا اعتقد ان الاوضاع في 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 الكفره الليبيه، ربما هنالك يعني انا لا اتهم السلطات الليبيه بالقصور، ولكن ربما لانه لا توجد مؤسسات معنيه بهذا الامر، يعني اما مفوضيه لاجئين او منظمه للعون الانساني تتبع للسلطه وهكذا. فالادارات الحكوميه انا اعتقد انها غير موجوده وذات تجربه وذات خبره في هذا النوع من الازمات. لانه اذا كانت توجد ادارات حكوميه كانت تتوفر لديها احصاءات، يتم حصر اللاجئين في مناطق محدده، يتم توفير مراكز ايواء، يتم التعامل معهم صحيا، يتم ابلاغ وكالات الامم المتحده، المنظمات التي تعمل في مجال تقديم المساعدات الانسانيه، هذه كلها اعتقد غير موجوده الان في الكفره. وكذلك لا توجد منظمات وطنيه ليبيه محليه تتعامل مع هذه الازمه، نظرا لان اكبر ازمه تشهدها هذه المنطقه وتشهدها الكفره في تاريخها، يعني ان ياتي اليها اعداد كبيره بهذا الحج ونتيجه للصراعات والحروب. فانا اعتقد ان الازمه مركبه من ناحيتين، من ناحيه عدم ضبط الحدود السودانيه لتدفق اللاجئين، وعدم وجود ادارات كفؤه ذات تجربه وذات خبره تستطيع التعامل مع هذه القضيه. نعم. إذا يعود إلينا من جديد سيد نادر الملوم، ولكن أيضا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك سيد نادر. هل يصل الصوت أو طارق، هل يصل الصوت بشكل واضح؟ نعم أنا أسمع صوت. أهلا بك. إذا أعيد ذات السؤال، هو سؤال اليوم الإحصائيات إن كانت متوفرة، وما سبل التعامل مع هذه الأزمة في ظل عدم القدرة على لا ضبط الأعداد ولا ضبط الجنس ولا ضبط أماكن التمركز؟ نعم أنا طبعا أشكر ضيفك يعني اللي تحدث الآن من السودان. أعتقد أنه إعجاز في هذه المسألة. أولا هي التجربة يعني مع الأسف هي تعتبر الأولى يعني بمثل هذه الأعداد، ولكن في نقطة مهمة يجب الإشارة لها، قضية الأعداد في بعض الأحيان تحدث مبالغات كثيرة من عامة الناس، يعني في قد أن الآلاف تدخل وتتمركز في مدينة الكفرة. نعم هو هذا العدد دخل لمدينة الكفرة حسب متابعاتنا، يعني كان 15,000 شخص تم إصدار بطاقات حصر يعني، ولكن لا يمكن الاعتماد بما أن تم إصدار بطاقة صحية هذا لا يعني أنه بقى في مدينة الكفرة. الأعداد كبيرة وصلت إلى مدينة جدابية، وأعداد كبيرة وصلت إلى طرابلس، وكان الغرض من الذهاب إلى طرابلس هو قضية التزييف المفوضية. لعل الرقم يعني الرقم اللي ممكن يعول عليه، يعني تم تسجيله داخل طرابلس لدى مفوضية اللاجئين، وهو يعني حوالي 15,000 شخص يعني قاموا بالتسجيل لدى المفوضية. نعتقد أن هناك إشكال، يعني إشكال في قضية الأعداد. من ضمن الأسباب الأساسية التي تجعل هؤلاء الناس أساسا يدخلون إلى الكفرة أو البعض أتى إلى ليبيا هي قضية التسجيل لدى مفوضية اللاجئين. المسألة الخطيرة ومثل ما أشار ضيفك هي عدم وجود الوكالات الدولية، يعني المفوضية أو اليونسف مع الأسف تستعين بمنظمات يعني منظمات محلية شريكة لتقديم المساعدات. المكان الطبيعي لمفوضية اللاجئين هو وجودها بالقرب من الحدود الليبية، وتتكاتف الجهود من أجل على الأقل حصر هذه الأعداد وتقديم المساعدات العاجلة لهم. نعم، حتى أن اليونيسف قالت أنها تواجه فجوة تمويلية تبلغ أكثر من 4 ملايين دولار لدعم وتوسيع الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء ليبيا لهذه الأزمة. التساؤل هنا، لماذا تغيب هذه المنظمات الدولية في أزمة بهذا الحجم؟ هو للأمانة أولا هناك إشكال. السبب الرئيسي هو من السلطات الليبية،
على مدار السنوات الماضية الحكومة الليبية في طرابلس استمرت في التضييق على المنظمات الدولية ومنعتها من الوصول، يعني على سبيل المثال مفوضية اللاجئين تمنع من تسجيل طالبين اللجوء إلا داخل طرابلس، يعني حتى في الشرق الليبي أو في الجنوب يمنع عليها أن هي تقوم بتسجيل طالبين اللجوء، لذلك هي متمركزة فقط في طرابلس. من أراد التسجيل نازح أتى من الحرب فعليه أن يقطع أكثر من 1000 كيلو حتى يصل إلى مكتب الفوضية في السراج ويقوم بالتسجيل. طبعا هذا في حال كان محظوظ وردوا عليه بالهاتف وتم التسجيل. أعتقد أن الوكالات الدولية يجب، يعني هذه من ضمن التوصيات اللي دائما نطالب الحكومة الليبية والسلطات أو أي حتى السلطات المحلية في الكفرة، يجب أن يكون هذا هو التوجه، أن تطالب هذه الوكالات تكون موجودة في مدينة الكفرة وتقدم المساعدات وأن تلغي كثير من الأنشطة. الآن المنظمات الدولية لديها أنشطة يعني تعتبر رفاهية، موجودة بعض الأنشطة في طرابلس وغيرها تقوم بها، وفي شرق ليبيا يعني بين قوسين مش الوقت الحالي الآن لحل هذه الأزمة، مساعدة الأطفال، مساعدة النساء، كثير من الحالات موجودة في جدابية وموجودة في طرابلس، مع الأسف يعني حالات ولادة وأطفال رضع لا يجدون يعني حتى الإسعافات في كثير من الأمراض الصالحة. الكثير من الناس يعني الكثير من النشطاء يقوم بحملات تبرعات. نعم. طيب سيد آدم، إذا سيد طارق لملوم كان يتحدث عن غياب المنظمات الدولية عن الأزمة في الكفرة، السيد صادق أيضا تحدث على ذات الموضوع. اليوم أنتم كالمنسقية العامة للنازحين واللاجئين، أي دور يمكن أن تلعبوه في هذه الأزمة؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة وعبر التحية للضيوف الكرام وللمشاهدين والمتابعين. الأزمة أزمة إنسانية كبيرة يعني تمر بها السودان ولا سيما إقليم دارفور. دارفور هي واحدة من البلدان اللي عانت فترة طويلة جدا أكثر من 21 سنة عننا ذلك في مقيمات اللجوء، واللجوء كانوا اعتمادنا الأساسي في منظمات دولية برنامج الغذاء العالمي. فبعد اندلاع الحرب في 2023 قضى كل بنايا الحياة بما فيها المؤسسات الحيوية والخدمية، وحتى يعني قضى على كل مقرات ومخازن بتاعت المنظمات الدولية، ويعني أدى إلى فجوة غذائية كبيرة بعد وتيرة ارتفاع الحرب على مدينة الفاجر خصوصا، دخل أن يكون في كمية من النازحين يفكروا يعني يخرج من البلاد ويلجوا إلى دول الجوار بما فيها ليبيا وتشاد وأثيوبيا ويوغندا وغيرها من جنوب السودان. لجوا بسبب الحرب الدائرة في السودان، بسبب الأوضاع الأمنية المعقدة، بسبب الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان اللي تقع ضدهم، بسبب الحروب، بسبب المشاهد المروية اللي يعني مشاهدتها من قبل الأطفال. فبناء على ذلك أي أسرة عندها قدرة يعني قاعدين يحاول إنه يخرج على السودان من هذه الأزمة الكبيرة، أزمة إنسانية، أزمة صحية، أزمة تعليمية، أزمة أمنية، انهيار كل مؤسسات الدولة في السودان. المنسقية العامة قاعدين دائما نعمل تقارير ومؤتمرات صحفية وبيانات ونناشد ونطالب من الأمم المتحدة، من المجتمع الدولي، من المنظمات الدولية، من البرلمانات العالم، إنه لا بد من التقييف مع هذه الضحايا اللي هم كان ما جزء في انه يقرروا الحرب، بل انما اطراف النزاع هم اللي قرروا انه يكون في حرب، فهم يعني مضطرين انه يعني يلجهوا الى مكان امن، هم بيشوف اي زور هو بشيء مناسب وفق القوانين الدوليه. الازمه هي ازمه بتاعت انه تحدي، يعني لانه في يعني عجز بتاعت ميزانيات، يعني حتى في تشاد وفي ليبيا زي ما قلت لانه المنظمات الدولية ما قادرة أن توفر للناس أو للضحايا الاحتياجات الأساسية اللي هم طلعوا من البلد ورجعوا هناك، فده مشكلة كبيرة جدا. لكن من هنا بنناشد يعني الوكالات الأمم المتحدة ووكالاتها وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة يعني UNHCR والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لا بد من الاهتمام بأزمة السودان ولا سيما اللاجئين اللي لجوا إلى دولة ليبيا في منطقة كفرة وفي مناطق الثانية في ليبيا وفي دول ثانية، وحتى الناس اللي متبقين في السودان اللي قاعدين في حالة يعني الموت بطيئا
إما بالجوع أو بالسلاح بشكل مباشر أو بالقصف الجوي أو بالقصف المدفعي. يعني الوضع بجد وضع مروي، وضع قاسي جدا، وضع مأساوي يعني لا يمكن أن تصف يعني، ولا سيما خاصة في مدينة الفاجر منذ يوم 10 مايو حتى تاريخ هذه اللحظة. المواطنين والنازحين الموجودين في داخل مدينة الفاجر يمروا بظروف إنسانية صعبة بالغة التعقيد وقاهرة جدا، يعني مع أنه المدينة محاصرة لمدة طويلة جدا. نعم، إذن سيد سليمان كان منذ قليل سيد آدم يسرد جملة المخاطر التي يتعرض لها اللاجئون السودانيون في السودان، والتي تدفعهم للمجيء إلى ليبيا. في المقابل ليبيا أيضا أو الكفرة بالتحديد تعاني أيضا أزمة إيواء كما قلنا وغذاء، ولكن ربما على رأس هذه الأزمات هي أيضا الأزمة الصحية، حتى أن أعداد المصابين بلدغات العقارب لوحظ أنها تضاعفت مقارنة بالعام الماضي نظرا لازدياد أعداد المهاجرين، وهذا كان وفق تصريحات حضرتك حتى في مداخلات سابقة على قناة ليبيا الأحرار. كذلك اللقاحات ربما يعني شوهد نقص فيها. سردت منذ قليل جملة أيضا من التأثيرات في المجال الصحي، وحتى قلت سابقا بأن أكثر من 100 شخص مصاب بفيروس الإيدز اليوم في ليبيا من المهاجرين أو اللاجئين السودانيين، أكثر من 800 لاجئ مصاب بالتهاب الكبد الوبائي، أكثر من 90 لاجئ أيضا أصيب في حوادث الصحراء. إذن في ظل غياب المنظمات هنا الدولية وغياب حتى السلطات المحلية، كيف تتعامل الكفرة مع هذه الأزمة بجل تفاصيلها؟ هو الحقيقة أن الكفرة تحت أي ظرف، كما قلت أنا في البداية وكما قلت سابقا، نحن ملتزمون أخلاقيا ودينيا إيمانيا بأن نحن نقف مع أخوتنا في السودان. وللأمانة يعني الوضع الصحي تحسن، لأن ممكن لأول مرة يتواجد وزير أي وزير يعني في الكفرة ويبقى أسبوع. وزارة الصحة يعني كافة إدارات وزارة الصحة وعلى رأس وزير الصحة بقوا أسبوع كامل من أي حكومتين في الكفرة، وكان في نعم من أي الحكومتين، الحكومة اللي تابعة للبرلمان، حكومة الدكتور أسامة حماد وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل، بقى أسبوع داخل الكفرة وذهب إلى العوينات. وهذه طبعا حتى أول وزير ممكن يوصل إلى العوينات كان هو الدكتور عثمان عبد الجليل. في يعني الميزة أن كان من ضمن الوفد اللي على رأس وزير الصحة كانوا بعض ممثلي المنظمات، وتحديدا منظمة الصحة العالمية الدكتور سند المجبري. وفعلا يعني بعد هذه الزيارة وصلتنا مباشرة وصلت 6 عيادات متنقلة. لما نقول 6 عيادات متنقلة أخت مروة، هذا يعني أن نحل مشكلة اللاجئين في تجمعاتهم بشكل كبير جدا، ونخفف الضغط على المستشفى والعيادات اللي داخل المدينة، لأن اللاجئين لما يجدوا الدواء والأطباء والتطعيمات موجودة في أماكن تجمعهم وأماكن سكنهم لن يتجهوا إلى العيادات أو المستشفى، وبالتالي ساعدتنا كثيرا. كما قلت لك أيضا عندنا مركز الكفرة للصحة النفسية، عندنا مركز الكفرة للسكري، مركز النساء والولادة، كلهم قاموا بجهد كبير جدا لتقديم الرعاية، لأن الأمراض النفسية محتاجة إلى يعني تحتاج إلى جلسات، تحتاج إلى أدوية، والأدوية غالية، فيهم مشكلة حقيقية يعني، محتاجة إلى ناس مختصة للتعامل مع هذه الحالات اللي هم يمروا بمشاكل نفسية يعني من بين اللاجئين. موضوع النساء والولادة موضوع يعني فعلا موضوع شائك ومعقد، لأن حالات تأتي حوامل، وأحيانا يعني المسافة بين ليبيا والسودان والتحرك خلال الصحراء والتعرض إلى حوادث مثل هذه الأمور مؤثرة جدا على النساء الحوامل، وبالتالي هناك مشاكل حقيقية يعني. طيب. لكن السلطات حتى الآن قادرة على التعامل مع هذا الوضع، لكن على المدى الطويل أنا أعتقد أن السلطات المحلية قد تعجز. قد تعجز على المدى الطويل، ولكن الآن ذكرت فقط وصول وزير الصحة،
بالحكومة المكلفة. الوضع طبعا الجانب الصحي أو الشق الصحي فيه مهم جدا، ولكن أيضا هناك الشق ربما الاقتصادي والأمني بقدر أهمية الشق الصحي. في أبريل الماضي كان قد صرح عميد البلدية السيد عبد الرحمن عقوب بأنه وجه وخاطب الحكومتين أكثر من مرة ولكن ليس هناك أي ردود. هل هذا هو التواجد ربما الرسمي الوحيد، هو وزير الصحة عثمان عبد الجليل فقط؟ لا لا، للأمانة للأمانة أخت مروى، أن حتى وزير الداخلية جاء بعده، لكن أنا نقصد أن أول من وصل إلى العوينات وبقى أسبوع في الكفرة، لكن بعد ثلاث زيارات حقيقة يعني كان وزير الداخلية أيضا جاء زيارة، رئيس الأركان جاء زيارة ووصل حتى العوينات، وحقيقة يعني خلينا نقول كأن ألقي حجر في الماء الراكد خلال عام 24، يعني خاصة بعد رمضان المبارك تحركت الأمور كثيرا وتحسن وضع اللاجئين نسبيا على الأقل مقارنة مع كل الفترة السابقة. وهل يكفي هذا الحضور؟ هل هذا فعلا حجم الحضور الذي تحتاجه الكفرة اليوم لمجابهة هذه الأزمة؟ هو الاحتياج ليس في الحضور أو عدم الحضور، يعني قد يعني منظمة ما حتى ولو لم تحضر الى الكفره ممكن، يعني انا قلت هو لما جانا الدكتور سند المجبري زياره وعاين الوضع وذهب من هنا مباشره بالاتفاق مع وزاره الصحه، ارسلت لنا منظمه الصحه العالميه 6 عيادات متنقله، وهذا هو المطلوب، يعني هو المطلوب وصول الدعم. نحن لما تجي مثلا الهيئه الليبيه للاغاثه وتقدم المعونات خلاص هذا يكفي يعني، لكن إجمالا هي أصلا مشكلة البلديات في ليبيا أخت مروة، مشكلة البلديات في ليبيا كلها، كل المجالس البلدية في ليبيا غير قادرة حتى على التعامل مع الأزمات اللي تعيشها كل بلدية، يعني نقصد مثلا الكهرباء، هل تستطيع كل بلدية في ليبيا إذا تم يعني حصل احتراق في 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 يعني مولد كهرباء أو محول كهرباء، هل تستطيع أن تتعامل مع هذا الأمر بشكل يومي؟ مشاكل المياه، مشاكل نعم. لذلك سيد يعني سليمان اسمح لي يعني لذلك سألت عن دور ربما السلطات المحلية اليوم في هذه الأزمة، هل تراه الكفرة كاف؟ هل ما ذكرته الآن من حضور، أنا أقصد الحضور المرتبط بالفعل أيضا لا أتحدث فقط عن الزيارة، هل هو في حجم ما تحتاجه الكفرة لمجابهة هذه الأزمة؟ يعني هل يمكن اليوم أن نقول بالمنطق يعني والواقع أنه بهذا الحضور خلاص حلت الأزمة، هناك ربما أموال كافية للتصدي لها على الصعيد الصحي والأمني وكذلك الاقتصادي، أم أنك ربما يمكن أن تلوم ربما في بعض النقاط على تقصير الجهات التنفيذية؟ لا، هو نحن بحاجه الى كيف، ان نحن بحاجه الى دعم كبير جدا. نحن انا قلت لك بدري، اعطيتك مثال ان في ليله من الليالي المستشفى اعلن امتلاء السعه السريريه بالكامل، يعني مثلا لا سمح الله ماذا لو حدث حادث اخر في تلك الليله، ماذا لو تعرضت مثلا حتى اسره من الكفره الى حادث تسمم، ولنقل حادث تسمم مثلا، أين يمكن أن يتم إيواءهم إذا كان المستشفى السعة السريرية بالكامل؟ لذلك الكفرة تحت أي ظرف، ما نقل توا في بعض المدن ملاصقة لها مدن أخرى، يعني مثلا مدينة البيضاء لو افترضنا مثلا لا سمح الله كانت هناك أزمة، يمكن أن تستعين بالمستشفيات والعيادات في مدينة شحات، يمكن أن تستعين مثلا بمدينة درنة وهكذا، لكن الكفرة عشان تستعين بمدينة أخرى يجب أن تقطع مسافة 600 كيلومتر، وبالتالي الكفرة يجب أن تكون دائما يعني فيها كل الاستعدادات أكثر مما هو مطلوب للتوقعات وللطوارئ. نعم. يجب أن يكون الوضع الصحي مثلا الأمصار المضادة للعقارب، الآن تجمعات اللاجئين كلها معظمها وليست كلها، معظمها في مزارع، ولما نقول مزارع نتحدث عن أوساخ وعن حشائش وبيئة خصبة لتكاثر العقارب، إذن قد في أي لحظة يكون هناك عدد كبير جدا من لدغات العقارب. السؤال يأتي، هل لدينا من الأنصار ما يكفي للتعامل مع مثل هذه الأزمة، سواء كانوا مواطنين الملدوغين بالعقارب أو كانوا لاجئين؟ هذا هو السؤال. نحن تحصلنا من جهاز الإمداد الطبي تقريبا الأسبوع الماضي تحصلنا على 700 حقنة أو مصر، لكن هذه الكمية
لا تكفي، على الأقل ينبغي أن تكون هناك كمية أخرى احتياط، لأن في يوم من الأيام يعني سجلت 31 حالة لدغة عقل. واضح. ماذا لو أن هذه الوتيرة كانت يومية؟ هل يكفي ما لدينا من مخزون للتعامل معها؟ لا أعتقد يعني. ولذلك نحن نعم. تحت أي ظروف محتاجين إلى أن تقف معنا الحكومة الليبية، ومحتاجين أن تقف معنا المنظمات، بشرط أن المنظمات يتم تنسيقها مع الجهات المختصة. نعم، إذا إليك سيد طارق. سيد سليمان كان الآن يتحدث ربما عن حاجتهم لوقوف الحكومات المتواجدة في ليبيا اليوم معهم، وحاجتهم أيضا للمنظمات الدولية. تحدثت منذ قليل حضرتك عن غياب الدور الفعلي والحقيقي والمطلوب لهذه المنظمات في هذه الأزمة، ولكن الآن وفق ما كان يتحدث به سيد سليمان وشكل التدخل الحكومي في هذه الأزمة، إلى أي مدى تراه كاف ربما في هذه المرحلة من مما تشهده الكفرة؟ نعم، لا أعتقد أنه هو وصل أساسا حتى للحد الأدنى يعني بالحكومة. خلينا نتكلم الآن عندما نتحدث على المنظمات في نقطة مهمة جدا، الدور الأساسي في مثل هذه الأزمات هي للحكومة البلد يعني، ومن بعد تأتي دور منظمات دولية أو الوكالات الموجودة بحكم الاتفاقيات وكذا. فمن المهم خصوصا عندما يكون الأمر متعلق بقضية نزوح مثلا أعداد كبيرة من النازحين، ولكن الحكومة الليبية سواء كانت في طرابلس أو كانت في بنغازي عليها دور كبير جدا والتزامات. أعتقد أن هم ما وصلوا يعني على سبيل المثال حتى من وصل إلى طرابلس الآن من النازحين لم تقدم أي شيء. أكثر من 300 عائلة من السودان متكدسين أمام مقر مفوضية اللاجئين في جنزور، يعني يناموا في العراء، النساء والأطفال يناموا في العراء وفي الحدائق في طرابلس. وآخر شيء قامت به الأجهزة الأمنية في طرابلس عن طريق جهاز الهجرة، قاموا بالقوة يعني أخذوهم ودعوهم أو دعوهم الآن داخل مركز احتجاز في أبو سليم. المفوضية لم تفتح أبوابها، كل ما فعلتها مفوضية اللاجئين داخل طرابلس تعطي أرقام هاتف وتطلب منهم التسجيل عبر هذا الهاتف، وفي بعض الأحيان تعطيهم يعني مواعيد عند أطباء. أعتقد أن التجاهل الكبير اللي تقوم به السلطات في طرابلس واضح جدا بالنسبة للنازحين السودان. دعيك طبعا من بعض الشعارات وبعض يعني الكلام، بعض التصريحات أن متضامنين متعاونين، هذا غير صحيح. أيضا في الشرق الليبي نعم أرسلت بعض المساعدات وهي لا ترتقي يعني للحجم الموجود الآن. هناك الكثير من المشاكل تحصل، هناك انتقالات لبعض الأشخاص، وأيضا هناك ترحيل يعني ترحيل لبعض النازحين المصابين بالأمراض، يتم ترحيلهم مع الأسف وإعادتهم إلى ما خارج الحدود في السودان. أعتقد أن الإجابة على سؤال هل الحكومة قدمت، لا هي لم تقدم شيء مع الأسف، ويا ليت أن هي توقفت عن عدم التقديم، ولكن هي مستمرة في الضغط على هؤلاء الناس خارج. طبعا أنا لا أقصد مدينة الكفرة، هنا أقصد طرابلس والمناطق المجاورة والبوابات الموجودة. السودان العائلة السودانية عندما تريد الوصول إلى طرابلس عليها أن تدفع الكثير من الأموال في بعض الأماكن مع الأسف الخارجة عن القانون، أو هي لربما تتبع بعض الجهات الأمنية، ولكن يتم ابتزاز الكثير منهم. أعتقد أن الصورة هي الصورة يعني ما نستطيع نقول أن هناك تقصير فقط، لا، هناك مشاكل حقيقية تحدث وتقصير واضح جدا. إذا تقصير واضح جدا سيد صادق، هكذا ختم السيد طارق كلامه. وكنا نتحدث أيضا وتحدثت حتى حضرتك على غياب المنظمات الدولية، تحدث سيد طارق والسيد سليمان عن نقص ربما في الدعم. إذا سيد صادق، يبدو أننا فقدنا الاتصال بسيد صادق. إذا وجدت سؤال لك سيد آدم، هنا غياب المنظمات العالمية وكذلك غياب المنظمات أو الجهات أو السلطات المعنية محليا، ما الخيار الذي يضع أمامه اليوم النازحين الذين يفرون من ويلات الحرب ربما إلى مكان أكثر أمانا، ولكن قد لا تتوفر فيه متطلباتهم نظرا لغياب هذا الدعم المحلي والدولي؟ سيد آدم، سيد آدم هل أنت في الاستماع؟ سيد آدم، إذا يبدو أننا أيضا فقدنا الاتصال بالسيد آدم. أعود إليك إذا سيد
سليمان، في إطار هذه المجهودات التي اتخذتها بلدية أو اتخذها بلدي الكفرة، يقول سيد عبد الرحمن عقوب أنهم شكلوا لجنة برئاسة سفير ليبيا إلى السودان فوزي بوعمريز وعضوية عميد البلدية وبعض الأجهزة الأمنية والخارجية، وأنه جرى الاجتماع مرة في طرابلس ولكن دون أن تجد هذه اللجنة أي دعم. أين هي هذه اللجنة الآن من الكفرة؟ هل جرى حلها؟ هل هي ما زالت تعمل؟ أين هي الآن؟ طبعا هو الحقيقة هذه اللجنة تم تشكيلها العام الماضي من الحكومة الموجودة في طرابلس، واللجنة للأسف يعني لم تعمل، يعني على أرض الواقع لم تعمل. وطبعا هذه تدخل فيها إشكاليات الانقسام في ليبيا والمساحة اللي ممكن تتحرك فيها كل حكومة. ما هو الوضع الليبي جزء من المشكلة، هو الآن المشكلة ليست سودانية صرفة، هي الوضع الليبي كذلك جزء من هذه المشكلة. اللجنة فعلا تم تشكيلها، وحتى السفير ليبيا في السودان الدكتور فوزي بومريز هو أساسا من أبناء مدينة الكفرة يعني. لكن طبعا زي ما قلنا نحن الانقسام السياسي في ليبيا ألقى بظلالة على كثير من الأشياء، ومن بينها عمل هذه اللجنة والتي لم تعمر طويلا، ولا أعتقد أنها هي قامت بأي إجراءات على الأقل داخل نطاق الكفرة. طيب ما هي اليوم الإجراءات التأثيرات التي تتخوف منها أكثر شيء اليوم بلدية الكفرة على المستوى الأمني وكذلك الاقتصادي، إلى جانب ما ذكرته ربما من التأثيرات الصحية؟ هو الحقيقة يعني إحنا من أكبر الهواجس اللي تحدثنا عنها كثيرا هو الهاجس الأمني والهاجس الصحي. طبعا كون تكون هناك حملة تطعيمات أو لدينا عيادات متنقلة، هذا لا يعني أن الأمور انتهت تماما وأصبحت تحت السيطرة. الملاحظة اللي قلتيها أخت مروة فيما يخص تصريح عميد البلدية، وهي تسليم المصابين، نسلم المصابين لمن؟ يعني على سبيل المثال المصابين بالتهاب الكبد مثلا في عام 24 فقط في الخمس شهور 963، والتهاب الكبد سي 19، والإيدز 41، والملاريا 36. لو أردنا أن نسلم هؤلاء نسلمهم لمن؟ باهي يعني حتى لو أنت سلمت مثلا، لو افترضنا أنك أنت سلمت إلى السودان، ما هو ممكن يركب في سيارة أخرى ويدخل إلى الكفرة، وهذه المرة لن يذهب لاستخراج شهادة صحية، لن يعرف روحه أنه هو مصاب. يعني في مشكلة حقيقية. الوضع الأمني صحيح أن لدينا أجهزة أمنية وتم دعمها مؤخرا بعد زيارة رئيس الأركان القوات البرية للكفرة، تم دعم الأجهزة الأمنية بسيارات وبأجهزة، ويعني في كثير من الدعم. لكن في حال أن تزايدت الأعداد، لأن لما نتحدث مثلا عن ثلث السكان ربما يكون الأمر يعني مقبول إلى حد ما، لكن ماذا لو أن في 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 قادم الأيام أصبح معدل اللاجئين يصل إلى مثلا نص السكان أو ثلاثة أرباع السكان الكفرة؟ كيف يمكن التعامل مع هذا الحال؟ لذلك نحن نتخوف من يعني مخاوفنا على المدى الطويل. يعني ماذا لو استمرت الحرب، وماذا لو اتسعت رقعة الحرب في السودان وتزايدت الأعداد بشكل أكثر داخل الكفرة، أو لا سمح الله يعني انتشر أي وباء أو مرض بين الأهالي في الكفرة أو بين حتى النازحين في الكفرة؟ أعتقد أنها حتكون في مشكلة كبيرة يعني لا سمح الله يعني. نعم، إذا عاد من جديد معنا سيد صادق، أهلا وسهلا بك. بداية دعني أتأكد إن كنت في الاستماع. إذا السيد صادق فقد الاتصال معه مجددا. أعتقد أن السيد آدم معنا. سيد آدم. أيوة نعم. إذا الصوت واضح. طيب كنا قبل قليل نتحدث عن أن الوضع الصحي والأعداد التي ذكرت من المصابين ببعض الأمراض التي تخشى ليبيا حتى أن تنتشر فيها، والتي هي ربما مجبرة في هذه الحالات أن تعيدهم ربما إلى بلدانهم خوفا حتى على المدينة وانتشار بعض أو نوع من أنواع الأمراض، هنا السلطات في المقابل لا تستلمهم. ليبيا طبعا من حق ربما هذا البلد أيضا أن يعني يتصرف بما يراه يتناسب مع ربما مصلحة أيضا ساكنيه.
هنا إلى أين يلجأ اللجأ السوداني في هذه الحالة؟ ما هي خياراته؟ يهرب من ويلات الحرب ثم يكتشف أنه مريض، يضطر الجانب الليبي لإعادته، لا يقبله الجانب السوداني، ما الحل الآن؟ هي ده يعني زي ما أنا جبال قلت في بداية كلامي، هي أزمة إنسانية كبيرة على مستوى العالم، يعني موجودة في السودان، والسودانيين يعني يفكروا في أنه يتركوا البلد ويلجوا إلى أماكن آمنة أو في دول الجوار الآمنة. الأوضاع الصحية طبعا ليبيا من حقه الطبيعي أنه يفحص ويعرف أنه عشان يعني من الناس اللي بدخلوا في ليبيا عشان ما يجيبوا أمراض وينتشر وبعد ذلك يبقى وباء بالنسبة للمواطنين هناك. لكن مع ذلك هناك أزمة وضمير إنساني وأخلاقي يعني يتطلب من حكومة ليبيا بالتضامن والتنسيق مع المنظمات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وكالاتها وكل المهتمين والمجتمع الدولي، وممكن الناس اللي وصلوا في ليبيا يجيبوا لهم مخيم خاص بالنسبة لهم يعني في منطقة ما، وبعد ذلك يتم توفير الاحتياجات الأساسية اللي في الحياة بتتعلق بالغذاء والدواء والمياه ومواد الإيواء من أهم الأولويات بتاع الإنسان. وطبعا ليبيا واحد من دول المحور بتاع إنه يعني لأنه دولة بتاع يعني جوار السودان، ف يعني علينا كشعب واحد باعتباره إنه يعني ده من واجباته ومن أخلاقياته، على الرغم إنه ليبيا كانت تمر بمشاكل كثيرة مرت بفترة طويلة جدا، لكن مع ذلك يعني ده ما يعني ده لا يعني إنه هو ما هيقوم بواجباته، لا بد من يقوم بواجباته الحقيقية، لأنه دول لو كان ما مجبور ما يترك بلده عشان يلجأ لبلد آخر ويمر بنفس الأزمة وبعد ذلك يرجوه يعني من جديد، عشان يعني هو في أمام خيارين، إما يعني يرجع ويموت في الطريق أو يقعد هناك في ليبيا ويعني يتعذب. نعم يعني وضحت الفكرة لك سيد آدم. هنا المسألة ربما ليست في الواجب إنما في الإمكانيات. كرر أكثر من مرة سيد سليمان بأن الواجب الأخلاقي والإنساني والضمير أيضا يحتم عليهم التعامل مع النازحين، لكن هنا ربما السؤال كان بالتحديد حول الإمكانيات، يعني ليس ربما عدم رغبة في الإيواء ولكن عدم قدرة على ذلك. طيب اليوم التساؤل عن ربما البلد الآخر الذي يلجأ إليه النازح أو اللجأ السوداني عدا ليبيا، ما هي الوجهة الأبرز غير الكفرة للجأ السوداني الذي يفر من ولاية الحرب هناك؟ من أكبر البلدان اللي لجوا فيها السودانيين يعني في هي دولة تشاد. تشاد ده هو قبل حرب 15 إبريل 2023 قبلها إقليم دارفور اللي بداية أزمة دارفور 2003 لجوا إلى شركة تشاد وموجودين لقرابة 21 سنة. في لاجئين لجوا إلى دولة جنوب السودان، في ناس لجوا إلى أثيوبيا، في ناس لجوا إلى يوغندا، يعني ده من أبرز الدول اللي لجوا عليها باعتبار أنه هي دول الجوار، وفي جزء منهم لجوا إلى مصر. كلها لاجئين سودانيين بسبب الأربي، بسبب الأزمة اللي تمر بها السودان. ففي دول يعني قدر أنه يعني يوفر لهم الخدمات، مع ذلك أنه هناك نقص، وحتى المجتمع الدولي قاعد يعني حتى الأمم المتحدة يعني قاعد يصرح أنه هناك عجز في الميزانيات، وقاعد يناشد المانعين انه لا بد من انه يعني يوفروا المعونات اللي ممكن يعني هم يوفروا الخدمات الاول الاحتياجات الاساسيه بالنسبه للاجئين بما فيها تشاد. يعني في الفترات في الايام الماضيه يعني كانت هناك عجز كبير جدا فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الاساسيه بالنسبه للاجئين السودانيين في تشاد. في ازمه في اثيوبيا، يعني هناك كانت مظاهر بتاعت المظاهرات، هناك وقفات احتجاجيه يعني حصلت في الايام الفاتت وما زالت المشاكل لن تعالج. السودانيين محكومين ومحرومين من كل الحاجات بما في حتى الناس اللي يعني طلعوا من برا السودان، مثال على ذلك زي ما قلت انه في التشاد في اثيوبيا يعني هم في امرين، يعني اما في داخل السودان يموتوا اما خارج السودان برضو نفس المعاناه يعني.
فهنا الأزمة هي أزمة ضمير، الأزمة هي أزمة يعني أخلاق وشهامة، وليس أزمة إنه يعني الناقص شنو يعني، لأنه أصلاً يعني دل 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 الأوضاع اللي إنه خلق يعني، أو دل المشاغل اللي خلق أزمة عشان الناس يتركوا بلدانهم، لأنه ما في زول يعني بخلي بلده ما لم يكون في مشاكل، ما لم يكون في تغيرات، ما لم يكون في مستجدات. نعم، نتمنى السلام للجميع في الداخل والخارج سيد آدم. وأنتقل إليك سيد طارق لملوم. إذن سيد آدم يتحدث عن فرار السودانيين من ويلات الحرب، وهذا واضح، هذا ما يدفعهم إلى الدخول إلى الكفرة، ولكن هناك أيضا بعض التقارير تتحدث عن دخول اللاجئين إلى طبرق وسبها عن طريق مصر وتشاد. التساؤل هنا، إذا كان الهدف من الوصول إلى الكفرة هو الهرب من ويلات الحرب، فما الهدف من العودة إلى ليبيا عن طريق مصر وتشاد؟ نعم، لعلي أشرت في بداية الموضوع اللي هو جزء منهم مقرر من دخول ليبيا هو مفوضية اللاجئين. يعتقد الكثير من طالبين اللجوء موجودين في مصر وحتى ممن كان في تونس، يعني يعتقد أن مكتب المفوضية داخل طرابلس هناك إجراءات أسرع، هناك يعني اهتمام أكثر، هناك مساعدات تقدم، ولكن يتفاجأوا عند وصولهم دخولهم من مصر. يعني الكثير من السودانيين تقدموا بطلبات لدى مفوضية اللاجئين في مصر، وعندما تأخر الرد عليهم دخلوا إلى ليبيا مرة ثانية، اعتقاد منهم أن والله مكتب طرابلس ممكن بيكون أحسن، ولكن مع الأسف تفاجأوا أن الأبواب مقفلة، أن لا يوجد أي شيء ممكن تقدم هذه المنظمات لهؤلاء الناس. يعني هي لديها قدرة استيعابية بسيطة، ترد على بعض الأرقام، قدمت بعض المساعدات لبعض الأشخاص. الشيء المخجل يعني والمعيب في تصرفات المفوضية مع الأسف هي لا يوجد لديها شفافية وتعلن وتقول والله أنا قدرتي الاستيعابية أنا فقط مثلا 50,000 شخص أستطيع أن أتعامل معه أو 20,000. لا، هو الموضوع مفتوح، فقط تتحدث كل فترة على نقص في الميزانيات والأموال، ولكن هي تصر على أن هي تستقبل هؤلاء الناس. يعني تخيلي المسجلين لدى مفوضية اللاجئين الآن في طرابلس أكثر من 53,000 شخص، النسبة الأكبر للاجئين السودانيين، ولديها أرقام هاتف. يعني تخيلي رقم لبيانا أو مدار هو فقط اللي تستقبل عليه كل هذا العدد، يعني للتسجيل أو للاستشارات أو لطلب مثلا مساعدة طبية، يعني 5 أرقام بالكثير يعني عندها لديها. هذا هو الموجود فقط يعني، وكل واحد وحظه. يعني الناس تبقى بالأشهر وهي يعني تحاول الاتصال بمفوضية اللاجئين ولا يوجد أي رد. أعتقد أن أنا أتفق مع ما قيل إن هي أو هو أزمة أخلاق في هذه المسألة، والفوضى هناك في عدم ترتيب الأولويات. صدقيني هو المشكلة سواء كان عند الحكومة الليبية أو المنظمات الدولية ليست في نقص الأموال، ولكن هي في قضية ترتيب أولويات. أساسا من المعيب أن يتم التفكير حتى مجرد التفكير في قضية إعادة شخص مريض. المسألة بسيطة، هذه المنظمات لديها خبرة وخلفية كثير، المنظمة الدولية IOM UNHCR كل هذه المنظمات تعلم جيدا كيف يمكن حل هذه المسألة. نتحدث على 50 أو 60 لديهم مرض نقص المناعة، أو 1,000 شخص لديه وباء كبدي. هذه الأمراض يعني يمكن علاجها، يمكن وضع هؤلاء الأشخاص في مآوي معينة منفصلة على الناس، تقديم لهم الخدمات، ولا يوجد داعي لتكبير يعني هذه المسألة وتضخيمها مع الأسف يعني. نعم، هل تظن سيد أو تعتقد سيد طارق أن هناك ربما من استغل أزمة السودان اليوم للعبور باتجاه ليبيا؟ طبعا هذا وارد، يعني سواء كان داخليا ولا خارجيا، الكل هذا الملف دائما بالعموم ملف المهاجرين وطالب اللجوء يستغل حتى من الحكومات الموجودة الآن سواء كان في الشرق أو في الغرب الليبي. الكل يحاول أن يستغل هذا الملف، والكل يحاول أن يبين أنه هو المنهك، هو المتعب، هو المسؤول عن هذا الملف، وهذا أمر واضح لا يختلف فيه اثنان يعني مع الأسف. ولكن نظل نحن نداءنا الأخير لهؤلاء الناس، هناك أطفال وهناك نساء الآن سواء كان في طرابلس وفي جدابي وفي العديد من المدن، وأيضا يعني ممكن محظوظين بعض المهاجرين الموجودين في الكفرة، يعني هناك اهتمام وتصديق ضوء، لكن هناك أماكن يوجد فيها عائلات من السودان موجودين في ضواحي طرابلس معدومين من كل شيء مع الأسف. نعم، طيب إليك مجددا سيد سليمان. إذا ما استمر تدفق المهاجرين بهذا الشكل مع عدم القدرة على حصر الأرقام، هل تعتقد بأنه سيكون هناك ربما تغير ديموغرافي في الكفرة وفي الجنوب عموما أيضا؟
وارد وارد جدا هذا. نحن طبعا عدد سكان الكفرة هو يتراوح ما بين 50,000 و60,000، وبالتالي لما نتحدث عن 19,000 في حالة تواجد حتى 19,000، يعني حتى 20,000، يعني حتى ولو لم يزيدوا عن 20,000، تواجد 20,000 باستمرار سوف يؤثر بالتأكيد يعني على 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 كل مناحي الحياة داخل المدينة، لأنك أنت تتحدث عن نسبة تعادل الثلث. وزي ما قلت أنا، هي المخاوف دائما على المدى الطويل، وأيضا اتساع رقعة الحرب في السودان، لأن الآن حتى اللاجئين، يعني حتى الأماكن اللي هم طالعين منها اللاجئين، في كل مثلا شهر 4 و5 2024 تلقى لما تسأل أي نازح يقول لك أنا مثلا من الفاشر، وفي شهر كذا ممكن تسأل مجموعة كبيرة من النازحين تلقاها مثلا من مرليط مثلا والله، وهكذا يعني كل ما تسعت الحرب تزايد، والتزايد بالأعداد وبقائهم داخل الكفرة على المدى الطويل بالتأكيد يأثر يعني، وربما يأثر تأثير خطير جدا ديموغرافيا يعني. لذلك نحن دائما نقول أن ينبغي تسهيل مرور الإخوة السودانيين إلى المدن الثانية، وهذا ما عملت عليه لجنة الطوارئ الأخيرة اللي كانت موجودة في الكفرة، أقامت أو أنشأت أو صممت منظومة للحصر الأمني، وأيضا استخراج شهادة صحية لكل لاجئ، وكلها مجانا يعني، التحاليل مجانية والحصر في المنظومة وإعطاء بطاقة إلكترونية أيضا مجانية، والسماح له بالمرور إلى المناطق الثانية. طبعا مرور اللاجئين إلى المناطق الثانية يعتبر حل جيد جدا بالنسبة للكفرة وبالنسبة حتى للاجئين، لأن حتى يعني اللاجئ يفضل أنه مثلا جزء كبير منه من هو يعمل ويعتمد على نفسه مثلا في عائلة أسرته. الكفرة ليس فيها ذلك السوق اللي ممكن يستوعب العمالة، أو القطاع الخاص مثلا اللي ممكن يستوعب هذه العمالة. سأعود وأختم معك صغيرة بالمطالب سيد سليمان، وقت الحلقة أساسا انتهى، أختم معك بعد قليل بالمطالب. لكن سيد آدم، تحدثت منذ قليل على أن تدخل السلطات ربما الليبية هو واجب، وواجب أخلاقي أيضا يحتمه الضمير ربما والإنسانية، ولكن اليوم المنظمات على غرار منظمة الأمم المتحدة، اليونيسيف، منظمة الأغذية العالمية إلى غير ذلك، أساسا منوط بها أن تتدخل في مثل هذه الأزمات العالمية. يعني هذا واجبها ربما الذي وجدت من أساسه، يعني هذا الجدوى من تواجدها أصلا في العالم. فالسؤال هنا، كيف يمكن الضغط عليها لدفعها للقيام بواجبها هذا تجاه اللاجئين السودانيين؟ هو أصلا المجتمع الدولي والمنظمات والأمم المتحدة هناك تجاوز تام لأزمة السودان بما فيها اللاجئين السودانيين في دول الجوار مثل ليبيا وغيرها من الدول، وحتى الأزمة في الداخل هناك تصريحات وإدانات، لكن لا عمل في ذلك، لا ما في أفعال على الأرض. وحتى التصريحات ده بيشجع على الجناة وعلى أمراء الحرب إن يستمروا في نفس المسار وفي نفس عقليتهم القديمة. المشكلة في المجتمع الدولي ذات، والمشكلة في المنظمات الدولية ذات، لأن هم ذات بخل إنه المجرمين دي يستمروا في هذه الأزمة. لكن هنا المشكلة هو التنسيق بيرجع للحكومة الليبية، يعني الحكومة الليبية ما في منظمة بتدخل بدون ما إنه الحكومة، بدون تنسيق مع الحكومة الليبية ومع السلطات الليبية، هم عندهم الحق إنه يعني ينسقوا مع المنظمات الموجودة هناك ويقدموا للاجئين اللي لجوا هناك، سواء كان لاجئين سودانيين أو في أي دولة أخرى لجوا هناك بسبب الحرب، لأن هم أصلا يعني ما كانوا هم يعني دايرين يمشوا هناك، لكن لأنه يعني مضطرين بسبب الحرب، يعني الحرب هي اللي أجبرتهم إنه يلجوا إلى ليبيا لإنقاذ حياتهم. نعم، أعتذر منك، وقت الحلقة يداهمنا، أختم معك بعجالة لو سمحت سيد سليمان. إذن سيد آدم كان يطالب المنظمات المحلية الليبية أو الحكومات الليبية بالتحديد بالتواصل مع هذه المنظمات. ما الذي يطلبه منهم بلدي الكفرة اليوم للتعامل مع أزمة بهذا الحجم في اختصار لو سمحت؟
نحن نتمنى الدعم حكومي وايضا تعاون المنظمات الدوليه كل في 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 شانه. نحتاج الى دعم في المجال الصحي ودعم لتعزيز الصمود واستمرار العمل بالنسبه للقطاع الصحي، ايضا دعم القطاع الامن كذلك حتى التعليم، لان هؤلاء الاطفال السودانيين الان يحتاجوا الى دمجهم في المدارس وبالتالي دخولهم في التعليم، وهذه طبعا كلها تلقي باعباء على مدينه الكفرة اللي احنا قلنا امكانياتها اساسا بسيطه وعدد سكانها قليل ولا تجاورها مدن اخرى يمكن هي تمد لها يد المساعده سواء كان في سره مستشفى او حتى في مقاعد دراسه للاجئين. وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك سيد سليمان ولباقي الضيوف الذين رافقونا طيله هذه الحلقه. نتمنى السلم والسلامه والامان لجميع المظلومين في مناطق النزاعات والحروب. شكرا جزيلا لكم الضيوف الذين رافقتوني خلال هذه الحواريه وهذه الحلقه من حواريه الليله. كان معنا عبر سكايب من الكفرة الناطق باسم المجلس البلدي السيد عبد الله سليمان، كذلك انضم إلينا عبر سكايب من ميلانو الناشط في شؤون الهجرة غير القانونية السيد طارق لملوم، وعبر الهاتف من دارفور كان معنا الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين سيد آدم رجال، وأيضا السيد أو رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين السيد الصادق الزريق الذي فقد الاتصال بخلال هذه الحلقة كان معنا عبر بور السودان. شكرا جزيلا لكم جميعا، لقاء يتجدد مشاهدينا في حلقات لاحقة. شكرا موصول لطاقم الإعداد الإنتاج والإخراج، شكرا جزيلا ودمتم بخير.